استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي بقصر الرفاع هذا اليوم صاحب سمو الأمير خالد بن فهد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وصاحب سمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود وصاحب سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود وصاحب سمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذين قدموا إلى سموهما وكبار أفراد العائلة المالكة خالص تعازيهم ومواساتهم بوفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته. وقد عبر سموهما عن جزيل شكرهما وتقديرهما لإخوانهم أصحاب السمو الملكي الأمراء على تعازيهم ومواساتهم الصادقة ومشاعرهم الأخوية الكريمة والتي تمثل ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية عريقة متميزة وما يوحد شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة ووشائج القربة والمودة. داعين الله جل جلاله أن يحفظ الجميع ويديم على البلدين الشقيقين الأمن والأمان والتطور والازدهار. كما استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي وكبار أفراد العائلة المالكة المزيد من المعزيين من كبار المسؤولين في المملكة وجموع من المواطنين الذين قدموا واجب العزاء بوفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.